تحمل أيوة واقفين على تطلع بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم بدنا نحكي عن القراءات، يعني الرسالة والإنجيل المقدس اللي قرأناهم في كنائس الروم الأرثوذكس في العالم. الرسالة كانت إلى أهل أفسس. علمياً بيقولون علماء الكتاب المقدس إنه الرسالة إلى أهل أفسس كانت موجهة لعدد كبير من المحسنين، يعني مثلاً مش من المسيحيين، يعني مش بس لأهل أفسس، بما إنه داخلها لا شيء خاص بيحكي عن أهل أفسس، اللي مع ذلك القديس بولس زارهم بشرهم وودعهم بتأثر. هذا الاشي بنقرأه في سفر أعمال الرسل فصل 20 خصوصا آية 28. فالمهم في الموضوع بدنا نقولكم كيف الصيغة، هي عبارة عن رسالة من بولس بافلوس أبوستولوس يسو خريستو أو خريستو يسو، بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله، إلى القديسين الموجودين، وبعدين في بعض المخطوطات إيش مكتوب في أفسس، في مخطوطات ثانية مش موجود بالمرة الكلمتين إن أفسو، عشان هيك يعتقد العلماء إنه هاي رسالة زي ما بتعمل رسالة مكتوب دعوة إلى حضرة السيد، وبتحط فراغ وبعدين بهذا الفراغ يوضع الاسم. مربولوس بعيد هون تقريبا اللي قاله بالرسالة إلى أهل روما بهالمقطع اللي قرأناه امبارح في كنائس الروم الأرثوذكس في الطقس البيزنطي، اللي قاله كمان في الرسالة إلى أهل غلاطيا إنه الإنسان يخلص بالإيمان من غير الأعمال. طيب إذا الواحد ما بفهم هذا الكلام مظبوط، نصل إلى نتائج خطيرة وصل لها بعض الجماعة في الغرب خصوصا في ألمانيا وغيرها، بقول لك فيه إنه مهما عملنا فإحنا من آمن بالمسيح معناها خلاص ننال خلاص، لا حرج علينا. حتى قال أحدهم اخطأ بشدة وآمن بشدة أكثر، بيكا فورتيتر سيد كريدي فورتسيوس باللاتيني حتى كتب. ونفس الرجل شو قال؟ لأنه حتى ولو غلطنا أو خبصنا 6000 مرة في النهار بكفي إن نكون مؤمنين بالمسيح، لأنه مش مطلوب منا أعمال، مطلوب منا إيش؟ الإيمان. لا، مطلوب منا الإيمان. إذن زي ما بقوله بالمصري، ده كلام كبير قوي. هل هذا ما قصده القديس بولس؟ مش معقول. ما هو الكلام؟ النص له سياق، بالإنجليزي بقوله تكست، له كونتكست. ما هو السياق؟ سياق أولا مار بولس نفسه. على فكرة قبل ما أكمل في حديثي بدي أقولكم على بدون مؤاخذة أهمية هاي الندوات، أهمية هاي اللقاءات. الناس مش حاسين، زي ما بقول الإنجيل المقدس ذهب واحد إلى حقله والآخر إلى تجارته، والآخر إلى تسليته، الآخر كمان إلى دراسته. طيب لما بتوقع مصيبة بسبب الدين ولا لا؟ والأسبوع الماضي مضينا مع أحد الكهنة، مع إحدى النساء، لاحظوا ما أقولش السيدات، قلت إحدى النساء، مضينا في الحكي 4 ساعات كأنك تحكي مع هذا الحيط، كل تعاكل يا عم الياس، رح يصير مصايب. الناس امتى بحسوا بالاشي؟ يوم
يوم ما توقع المسلم وين الخورة؟ وين البطرس؟ وين البابا؟ وين؟ طب عمي تعالوا ساعة بالأسبوع غير ساعة القداس ولا لا؟ ما بدنا لا سمح الله يوقع الناس في مصايب حتى يفهموا أهمية ربنا ولا لا؟ بس في مع الأسف مش عارف أجاني امبارح إيميل عنوانه When will Christians wake up؟ متى سيستيقظ المسيحيون؟ إمتى؟ إمتى راح نصحى؟ خصوصا مسيحية فلسطين إمتى راح نصحى؟ إذن هاي بشر بيقولوا لك موجودين حتى عنا في هالمنطقة الإيمان لوحده من دون أعمال. طيب شو يعني من دون أعمال؟ يعني أعمل اللي بدي إياه أقول لربنا بالأمريكاني I'm sorry متأسف يا رب وخلاص؟ هذا بعلموه عنا هون عنا مش بهذا المقر، بل في بشر بعلموه، في بشر مبسوطين عليه. طب هذا إشي خطير جدا ولا لا؟ هل هذا ما قصده رسول الأمم بولس؟ طبعا لا. ماذا قصد؟ زي ما قلنا الخلفية. أولا بولس نفسه أساسه إيش؟ أساسه فريسي، يهودي فريسي شاؤول. الفريسيين كيف كان مخهم؟ كانوا يتعاملون مع ربنا إنه أنا يا رب عملت كذا وكذا، إذا بطلع لي عندك كذا وكذا، يعني إلي أنا استحقاق عندك يا رب. معادلة حسابية. معادلة حسابية، كأنه تجارة. تتذكروا في مثل عفواً الفريسي وجاب الضرائب، الفريسي بنفخ صدره هيك بالهيكل شو بقول لربنا؟ بقول له أنا بشكرك إني لست كسائر الناس الظالمين الخطفة. بيقولوا عنا باللهجات العامية الفاعلين التارتين بعيد منكم ها؟ وإني أصوم بالأسبوع مرتين. أنو مرتين؟ الاثنين والخميس. وكتاب تعليم الرسل الاثني عشر اللي مرة حكينا عنه شو بقول؟ بقول ما تصوموش اثنين وخميس زي اليهود، صوموا أربعة وجمعة. ليش أربعة؟ يوم خيانة يهوذا ليسوع، يوم الجمعة يوم استشهاد السيد المسيح. طيب إذا أنا أصوم في الأسبوع مرتين وعشر جميع أموالي، مار بولس إذا عنده رد فعل، تأخذنيش لحظة بس أسكر هالجهاز، رد فعل ضد الماضي، ضد عقليته الفريسية، إنه يا إنسان مهما عملت من خير فهذا اللي انت بتعمله هذا برضه نعمة من ربنا، مش بشطارتك انت ايها الانسان، مش لانك انت منيح، لانه الله كمان اعطاك نعمة انك تعمل الخير. في كمان عفوا شاؤول شو كان؟ يهودي. بايش كانوا فكروا اليهود؟ انه الخلاص يتم عن طريق اعمال الشريعة. الأعمال الشريعة مقسومة لقسمين، في الوصايا العشر، هدول إحنا مجبورين فيهم ولا لا؟ هدول إحنا مجبورين فيهم. وإيش في كمان؟ الأعمال الخارجية المادية زي الختان يعني الطهور بدون مؤاخذة، الوضوء، المحافظة على السبت، التمييز بالمأكولات، أكل هذا ما أكلش هذا، الهيكل، الطقوس تبعت الذبح وما ذبح والبخور وما بخور في الهيكل. طب ما الهيكل كله طار سنة 70 للحساب الميلادي. إذا شو اللي إحنا مجبورين فيه إحنا المسيحيين؟ ماذا يقصد مار بولس؟ إحنا مش مجبورين بالوصايا العشر ولا مجبورين؟ في أحد كتب الشهود يا وعدة كتب شو بقول لك صفحة 131 عيدك اليمين شو بقول؟ المسيحيون ليسوا ملزمين بالوصايا العشر. شو يعني ليسوا ملزمين بالوصايا العشر؟ يعني اخطئ اذني اسم، يعني كلام مش معقول يخالف كلام السيد المسيح. عفوا سؤال السيد المسيح للشاب اللي سأله ماذا أعمل لأرث الحياة، شو قال له؟ إذا أردت أن تدخل الحياة إيش أعمل؟ فاحفظ الوصايا. إذن
يجب أن ندرك الكلام اللي قاله القديس بولس هنا في أفسس بغلاطية وفي روما، يعني الرسائل إلى أفسس غلاطية وروما، اللي هي الإنسان لا يخلص بمجرد صلاحه هو وطيبته هو، بل بنعمة من ربنا. ثانيا، لا يخلص الإنسان المسيحي بأعمال الشريعة المساوية اليهودية الخارجية، بل طبعا عن طريق إيش؟ الوصايا العشر، وهي شريعة إلهية وطبيعية محفورة منحوتة في قلب كل إنسان. هنا هلا بدنا نكمل هذا النص، ما أجا لحاله تبع أفسس، بدنا نشوف شو حكى السيد المسيح والقديس بولس وغير قديسين عن الإيمان والأعمال. نرجع لكلمة السيد له المجد، أول كلمة شو هي؟ إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. القديس بولس بيقول لا عبدة المال، ولا بعيد منكم الخاطئين الفاسقين، ولا واحد منهم ما يرث ملكوت الله. حتى بهاي العبارة بقول ملكوت المسيح والله، شو لاحظتوا؟ اسم مين بيسبق؟ مسيح. اسم المسيح يسبق اسم الله. ومين بكتب هالحكي؟ القديس بولس اللي أساسه إيش؟ يهودي، معناه ألوهية مين؟ المسيح. السيد المسيح. نيجي لنفس القديس بولس في رسالته إلى أهل غلاطية، شوفوا شو بقول. بيقول بالنسبة للختان وما ختان، بيقول في المسيح يسوع مش مهم الختان أو عدم الختان، المهم بس لحظة بدي ألاقي النص، المهم هو إيش؟ الإيمان، هي الفصل الخامس، ألا بيستيس ذي أغابيس إنرغوميني، اللي بهم ليس لا الختان ولا عدم الختان، المهم هو الإيمان العامل بالمحبة. مش الإيمان حاف، الإيمان العامل بإيش؟ تذكروا نشيد القديس بولس، النشيد الخالد للمحبة في كورنثوس الأولى فصل 13 آية أولى وتابع، لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن، باليوناني كيمبالون على لازون، ولو كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة فلست بشيء. إيمان بدون محبة ما بنفع. نيجي لا القديس يعقوب الرسول، شو بقول يعقوب الرسول؟ هو أول أساقفة المدينة المقدسة، كما أن الجسم بغير روح ميت، فهكذا الإيمان من غير أعمال، الإيمان من غير أعمال ميت. طبعا في واحد ألماني ما عجبه سنة 1517-1522، ما عجبه كلام القديس يعقوب انه الايمان من غير اعمال ميت، لانه هو شو كان يقول؟ الايمان لحاله كافي من غير أعمال. من غير اعمال. فشو قال؟ كيف وصف رساله القديس يعقوب؟ سماها رساله من قش، سماها رساله من قش، رساله من تبن، حاشا وكلا بالالماني شترو بريف، بالانجليزي letter of straw، straw يعني قش أو تبن، لأنه ما وافقت إيش؟ تعليمه. بظن إنه هاي النصوص كافية مع العقل السليم والتفسير القويم. نيجي أخيرا إلى التاريخ. طبعا هون سكرنا الكتاب المقدس، مع إنه في كتير نصوص تانية بتحكي عن ضرورة الأعمال الصالحة. لما انتشرت هاي الأفكار، أو خلينا نحط حالنا شوي في مجتمع بيقول عن حاله مسيحي، بيقول عن حاله ماشي على الكتاب المقدس، مبدأه إنه أنت بس آمن واعمل اللي بدك إياه،
شو بصير فينا؟ كيف بصير مجتمع صالح ولا فاسد؟ بين من فاسد. فاسد. شوفوا شو صار ومين بحكي لنا الحكي. إيرازموس، إيرازموس من روتردام في البلاد المنخفضة يعني هولندا، هذا كان عبقري، وبرسالته أعتقد رقم 111 بقول حيثما انتشرت هاي الأفكار إنه الإيمان وحده من دون أعمال انتهت الأخلاق. ليش انتهت الأخلاق؟ طالما بقول لك آمن وإيش بعدين؟ واعمل اللي بدك إياه. ومش بس انتهت الأخلاق، انتهت أعمال الخير. كل نشاطات يعني مثلا المستشفيات، المدارس، الملاجئ للمسنين، دور الأيتام، إيه؟ العمل الكاثوليكي، أيوة. العمل، أيوة، العمل، كل هاي إيش؟ انتهت، صاروا بس هالبشر حاملين هالكتاب، كل واحد يفسره على خاطره، وكل واحد يتصرف. طبعاً هذا كله مش موجود في كتب التاريخ. ليش؟ لأنه اللي عملوا كتب التاريخ إما غير مسيحيين، فمش من مصلحتهم يحكوا إشي لصالح الكنيسة وضد أعداء الكنيسة، وكمان لأنه اللي عملوا هالكتب من زمن الانتداب الإنجليزي كانوا من المجموعات المنشقة عن الكنيسة. شكراً لإصغائكم، والآن نفتح المجال كمان مرة للحديث.